كابتن علاء ألف مبروك، فوز قاتل في وقت قاتل، ويحسب لعيب الأهلي الفترة الزمنية ما بين هدف التعادل لهدف المكسب بتاع علي معلول كان ضيق جدا جدا جدا، ويعني أكثر المتفائلين قال لك النتيجة خلاص انتهت التعادل. بص يا أيمن، طبعا ألف مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا، ولكن كلنا نوهنا في الاستوديو قبل المباراة إن دايما ملعب المحلة ملعب صعب. صح. ما بتخرجش منه غير 1-0، يعني نتيجه عمرها تبقى عاليه قوي، دايما الاداء بيبقى صعب جدا مع فريق المحله مع اختلاف الاجيال. صح. لكن هو ملعب المحله معروف. النهارده يحصل بلعيبه النادي الاهلي ان 2-2 بالنسبه لهم لا، النتيجه ما تنفعش حتى لو ما فيش وقت قدامي. مظبوط. عشان انت بتلعب على بطوله، وده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي عن اي لعيبه ثانيه، مع احترام الكامل ليهم كلهم، دايما لعيبه عندهم حته التعادل دي اكنها خساره، عشان كده حتى لو ناقص دقيقه لكن انا هحاول ولازم ابذل اقصى مجهود. حصل، وسبحان الله، يعني طبعا سبحان الله، يعني الهدف جه فيك خبطت في اكرم ودخلت. الهدف انت كسبته علي معلول شاطها خبطت في واحد دخلت، لكن قبل كل ده في كره في القائم لاحمد عبد القادر 3-1 الموضوع انتهى. صح. لكن هي اثاره الكره كده وحلاوه المباراه النهارده كده. المباراه طبعا فيها مجهود كبير جدا بذل من الاهلي ومن المحله، طبعا من احلى المباريات اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت، كمجهود جامد قوي يا ايمن. المباراه من اول ما الحكم صفر لنهايتها انت مشدود. المباراه كل ما فيش، انت ما هديتش حتى وانت 2-0. اتفرج على فيلم رعب. لا انت و2 والله يا ايمن وانت 2-0 حاسس ان الموضوع مش سهل. لعيبه المحله بتحاول، لعيبه النادي الاهلي بتدور على الهدف الثالث بعد 2-1. طبعا الامال زادت والطموح زاد جدا عند المحله، وده اللي عمل شويه قلق من انك ممكن توصل لنتيجه التعادل، وخصوصا في حاجه كمان يا كابتن. اتفضل. توقيت الهدف الاول للمحله بعد الجولين بتوع الاهلي. بالظبط، عشان كده بقول لك بدري. بالظبط. ف2-1 وانا عندي وقت لسه كبير، دي حاجه و50 والمجهود والجماهير والحته الملعب والروح العاليه اللي عندهم. وكابتن شريف بيقول انا هشوف المحله بتلعب كده زي كل الماتشات، هقول له لا طبعا، لان النهارده يوم استثنائي. مظبوط. النادي الاهلي مباراه النادي الاهلي بتبقى لاي فريق مباراه استثنائيه، يوم استثنائي. صح. كل حاجه بتبقى مظبوطه، وكل حاجه لو في مشاكل المشاكل بتتحل. أيوة. والمكافئات بتزيد. المقاولين كان عامل مكافئات 10,000 جنيه، الاسماعيلي اللي كان عامل 10,000 جنيه، والمقاولين كان عامل مكافئات خاصه. عشان انت بس مجرد تقابل النادي الاهلي، مش بطوله، لكن هي مباراه. مباراه النادي الاهلي مع اغلب انديه الدوري العام هي لوحدها بطوله. أيوة. النهارده اكتر واحد حزين على التعادل، على الخساره النهارده، هو عوده. طبعا. لان من 2-2 مع النادي الاهلي 3-2، لا من 2-0 ل 2-2 ل 3-2، هو 2-0 هو خلاص، لكن الامل بدا مع 2-1. طبعا. الامل 2-1 بدا واتحقق 2-2 خلاص، الماتش خلص، وهو بالنسبه له ان الماتش انتهى، مفيش وقت. لكن مفيش وقت عند لعيبه النادي الاهلي، كلمه مش موجوده. هو ده النادي الاهلي بلعيبته، دايما في بطولات كتير قوي كنا بنكسبها في الوقت الضايع، لكن عشان مش عشان حاجه، يعني عشان انت هو ده اللي جواك، ده النبع اللي جواك، انت متعود على كده، اللي هو انت التعادل بالنسبه لك نتيجه خساره. طبعا. عشان كده انت النادي الاهلي، احنا دايما بنتكلم في الاستوديو النادي الاهلي، النادي هو يا جماعه دي مميزات لعيبه النادي الاهلي، انك تعادل انت خسرت. عشان كده النهارده زي ما بقول لك من 3-1 فجاه 2-2، لكن والله انا الفاول جه قلت جول، والله العظيم انا قاعد قلت ده الهدف. هنا الجماعه معانا في الاستوديو قالوا الكوره دي والله جول. والله ايمن بتفرج قلت الكوره دي جول. تيجي بقى ازاي انا ماليش دعوه، بس انا حاسس ان الكوره جول، لان في ظواهر كده او شواهد. 3-1 هدف مؤكد لاحمد عبد القادر وحلو قوي. 2-2 بهدف خبط في اكرم، اللي هو يعني سبحان الله في حاجه. فالفاول ده يجي لك في التايم ده في المكان ده، لا يبقى انت يعني في حاجه كويسه لسه في المباراه دي. فالحمد لله 3-2، مباراه صعبه جدا، كانت مضغوطه من بدايتها لنهايتها، مباراه حلوه جدا. تحيه للفرقتين على فكره، النادي الاهلي عشان تصميمه على الثلاث نقاط، والتحيه للعيبه المحله على المجهود اللي عملوه ده، فعلا مجهود هايل. وبضم صوت الكابتن شريف، لو لعبته بس بالحماس والتفكير ده اعتقد هيبقى ليكوا شان في جدول الدوري. لكن النادي الاهلي اللي عايز مباراه النهارده في الملعب الصعب ده، ثلاث نقاط مستحقين اولا مبدئيا، ان هو الضامن هو اللي كان احسن طول المباراه في بعض المراحل كده، لكن الخصم مش سهل. مظبوط. خصم عنيد جدا، ولا الملعب سهل. الملعب هو كلمه السر، الملعب. لكن مبروك لعيبه النادي الاهلي، مجهود ممتاز، ثلاث نقاط ممتازين، والحمد لله النهارده على اللي حصل.